من بيروت تنضم إلينا مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة راغدة. زادت ربما الملفات التي شكرا لك زادت هذه الملفات اليوم التي من الممكن أن تؤثر على المشهد بشكل عام في الشرق الأوسط بعد التصريحات. سأبدأ من الجانب التصريحات لأنتوني بلينكن على ضرورة وقف الحرب في غزة والدعوة لحركة حماس اليوم. هل جاء بجديد؟ يعني هل من مستجدات انعكست على هذه التصريحات من قبل الجانب الأمريكي؟ وأيضا إذا ما كان ما حدث يوم أمس له علاقة ربما بجهد أمريكي ذو زخم أكبر من السابق، هل هذا ممكن؟ بالطبع هناك يعني صراحة تضارب في التصريحات الأمريكية بشأن ما حدث في لبنان. حين نسمع أن الإسرائيليين لم يحيطوا الأمريكيين علما على الإطلاق، وحين آخر نسمع أن وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع وزير عفوا الإسرائيلي مع الأمريكي قبل دقائق ليعلمهم بالعملية وهي يعني رهن التنفيذ. على أي حال أعتقد أن الولايات المتحدة منقسمة بين حتى داخل فريق بايدن بين من يعتقد أنه من الضروري المضي بغزة حل غزة قبل معالجة أي شيء آخر، وهذا الفريق يعتقد أن أي تمديد لما يحدث في لبنان أو حتى ما حدث يهدد بتوسيع رقعة الحرب إقليميا. لذلك يحاولون بلينكن وطبعا المبعوث الأمريكي لموضوع لبنان أموس هوكشتاين يحاولان دائما ضبط الأمور في لبنان كي لا تتوسع المعركة إلى حرب إقليمية، ويحاولون في الوقت ذاته إحياء العمل على صفقة لوقف النار في غزة. هما يربطان بين غزة ولبنان كما يفعل حزب الله، لكن التطورات الأخيرة تخيف الإدارة الأمريكية من عدة منطلقات، منها أن ما يؤثر على الانتخابات الأمريكية لأن توسيع رقعة الحرب سيئة جدا لكاملا هاريس، وأيضا من ناحية أخرى هما الفريق يعتقد أن إيران ما زالت في يديها تحتفظ بالمفاتيح للحرب الإقليمية أم لا، ويبدو أن هذه الإدارة ما زالت على ثقة بأن إيران لا تريد توسيع رقعة الحرب، وبالتالي لربما ما يحدث الآن يؤدي إلى تسوية بدلا من حرب شاملة. طيب هذا ما يعتقده. طيب فعليا هل من مواقف أو تصريحات إذا صح التعبير أمريكية تشي بشيء من هذا القبيل، يعني بأنه شيء تغير على أرض الواقع؟ يعني الموقف المصري الواضح تجاه محور فيلادلفي وأيضا الحديث من قبل الجانب الإسرائيلي بأنه لم يعلم الولايات المتحدة أو هي قالت بأنها لم يعني هناك تصريحات، هناك معطيات على الأرض، هل هذه المعطيات مع بعضها تشكل فارقا؟ أعتقد أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ما زال يتوسل إلى جميع الفرقاء، يعني إلى مصر وإلى قطر كي يؤثرا على حماس، بالتالي لربما يتوسل إلى حماس بأن تلبي شروط وقف النار، يتوسل إلى حد ما لإيران كي لا تنتقم وترد ويعني تقدم على إجراءات من شأنها توسيع الحرب لتكون إقليمية. في الوقت ذاته أعتقد أن يعني هذه الإدارة في الواقع فريق بايدن أساء الاستماع جيدا إلى المؤشرات، واعتقد أن في وسعه ضبط الأمور. مثلا أموس هوكشتاين لم يكن أبدا يتوقع أن يصل إلى إسرائيل وأن تقوم إسرائيل بهذه العملية النوعية في لبنان، كان يعتقد أن التهديدات دائما تم التراجع عنها، وهو الآن يواجه وضع جديد ومحرج له لأنه كان يعتقد أنه في طريقه إلى لبنان لتقديم وسائل للاحتواء. سياسة فريق بايدن هي الاحتواء التدريجية
التدريجية والاسترضاء والإرضاء وعدم استخدام القوة، ويعني لا مع إسرائيل ولا مع إيران، وبالتالي هناك خطورة بأن تفلت الأمور من أيادي إدارة بايدن في الوقت ذاته. لربما من يعلم، لربما هم على حق في سياسة الاحتواء لأنها قد تؤدي إلى الصفقات وإلى التسويات. إيران الرهان هو على أن إيران لا تريد الحرب. ماذا لو كان ذلك صحيحا؟ هل سيؤدي إلى فرض تسوية على حزب الله؟ ما هذا وارد. ومن وجهة نظرك على يعني إذا ذهبنا بهذه النقطة، إذا كانت إيران تريد حرب أو لا تريد، عندما تقول المصادر بأن هناك عدد من القتلى جراء هذه الاستهدافات من الجانب الإيراني أو من الحرس الثوري في سوريا أو في لبنان، أي يعني أطراف تخص إيران، يأتي النفي اليوم من الحرس الثوري بأنه لا قتلى من جراء هذه الاستهدافات، أليست هي رسالة واضحة وموقف واضح يقرأ كذلك؟ كلامك صحيح، صحيح، لأن هذا مؤشر على أن إيران تريد أن تحتوي الأمور أيضا. فهناك يعني إذا أردت أجواء الاحتواء كي لا تضطر إيران إلى أن ترد، لأن هناك أكثر من مكان الآن يمكن أن يبرر لإيران أن تقوم برد عنيف ضد إسرائيل، ولكنها لا تفعل. إذن يعني القدرات الإسرائيلية مثلا في لبنان هي فعلا أثبتت ضخامتها، يعني مثلا هذه العملية بالبيجرز التي تمت منذ يومين هي عملية فعلا لا سابق لها كما نعرف، ولكنها أيضا مقدمة لما قد يكون في ذهن إسرائيل، وقد يؤدي إلى قيام إسرائيل باجتياح للبنان على الأقل بعمليات يعني تدخل إسرائيل إلى الساحة اللبنانية، عندئذ ستضطر إيران إلى التورط، وهي لا تريد التورط، وبالتالي لا ربما تفرض على حزب الله أن يبلع الموس كما يقال وأن لا يرد، لأنه فعلا الأضعف في هذه الحلقة السبرانية. كانوا يعتقدون في إيران وفي لبنان أن القدرات الإيرانية السبرانية تفوق القدرات الإسرائيلية، الآن لابد أنهم توقفوا لمراجعة الأمر. إيران قوية جدا في الهجمات السبرانية، إن كان في الولايات المتحدة مثلا ضد المرشحين. ألا تشعرين بأن هناك نوع يعني مفارقة، بأنه في جانب ما تستخدم إيران قدراتها السبرانية المتطورة في كثير من الملفات التي تستطيع من خلالها أن تغير ربما في بعض الملفات، ومع دول كبرى أو الدولة الأكبر الولايات المتحدة، في الوقت نفسه تعجز عن توظيف هذه القدرات بما يخص مصالحها أو حلفائها؟ هل هو عجز أو تعاجز؟ هو بالنسبة للتدخل مثلا في الانتخابات الأمريكية، إيران لها دور في محاولة يعني الهجوم السبراني على حملة دونالد ترامب، لأنها لا تريد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لأنه تعهد بإفلاسها كوسيلة لإقناعها، بدلا من فريق بايدن هاريس الذي يتعهد بإرضائها ويقدم لها صفقات رفع العقوبات عنها. إذن يعني تلعب الورقة السبرانية في الانتخابات الأمريكية مثلا. أنا متأكدة أيضا أنها كانت تعتقد أن كذا كان يقول حزب الله أو حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أنهم قادرون على اختراق أمن كبير لإسرائيل، وثبت العكس، لربما ما زالوا يعدون لاختراق سبراني كبير لإسرائيل، إنما حتى الآن سبقتهم إسرائيل إلى ذلك. هذا لا يعني أن القدرات السبرانية الإيرانية وحتى تلك التي لدى حزب الله لا يعني لا يجب أن لا تأخذ على محمل الجد، يجب أخذها على محمل الجد حقيقة، ولكن يبدو أن الحرب الآن يعني التي كانت ذات قواعد بين حزب الله وإسرائيل الآن دخلت مرحلة أخرى، مرحلة يعني لا تكتفي بالتصفيات للأفراد بطريقة اعتيادية، وإنما على هذه الطريقة السبرانية التي هزت، أنا متأكدة أنها هزت ثقة حزب الله بنفسه، ولربما يعني يعلو صوت الانتقام ليطالب بالرد الحاسم على إسرائيل، وربما يكون هناك من يشير إلى
قدرات إسرائيل المتفوقة في هذه المرحلة وبيئة البيئة. تفضلتي قبل قليل كنت تتحدثين عن بيئة حزب الله، البيئة مطابة يعني بيئة حزب الله تدفع الثمن، الجنوب مدمر، البيوت فارغة، هناك خوف يعني الشباب. أنا كنت أتحدث عندما كنت في بيروت، أنا الآن في نيويورك كما قلت لك، عندما كنت أتحدث إلى أحد يعني مجموعة حزب الله الشعب عادي يعني كانوا يتحسر على مثلا قال لي هذا البدر الذي قتل مثلا. نعم. يعني هؤلاء شباب يفتخرون بهم، وهذا المتوقع ربما وفقا لمراقبين سيدة راغدة، ردود فعل وربما تغير في بعض المواقف من حيث الانتماء والإيمان بهذا الحزب وبما يقال من قبله. شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا.